في ايه يا اكرم؟ مصيبه يا فريده، واضح ان حجم الضرر كبير. في ملفات كامله اتشالت من على السيستم. طب ما تحاول كده توقف المعاملات اونلاين على الويب لحد ما تعمل ريكفري للسيستم. وانا فعلا كنت بحاول اعمل كده، بس هو المسح جه من اكونت مدام فريده. ما حصلش. السيستم مسجل دخول ليكي الساعه 2 بالظبط. انا فعلا جالي مكالمه الساعه 2 بالليل. منين؟ من الديب ويب. كده واضح ان السيستم بتاعنا اتهكر. طب انا هحاول اشوف كل المعاملات اللي فاتت، جايز اقدر احدد الحاجه اللي اتمسحت واعرف ارجع منها حاجه. يعني مين ده اللي بعت لك دعوه من الديب ويب؟ ده مهاب. هبقى احكي لك اللي حصل بعدين. مفيش فايده، كل حاجه خاصه بالتعاملات على اليخوت اتمسحت. طيب ندخل من الاكونت بتاع هادي لحد ما نشوف ايه اللي حصل في باقي الاكونتس. ممكن، بس لو معاك الباسورد بتاعه. حافظاه طبعا. حافظاه. تمام. هو السيستم فتح بس ايه؟ برضو كل حاجه خاصه بالمعاملات على اليخوت ممسوحه، وكمان خط سير اليخوت اللي دخلت المنتجع وخرجت منه. بس مش هي دي الكارثه. امال انت حولت فلوس من حساب المنتجع؟ لا طبعا. طيب هو الاكونت متصفر. يعني ايه الاكونت متصفر؟ يعني الرصيد صفر. مش ده الاكونت بتاع قرض البنك اللي كنا هنجيب ليه خوت؟ خالد، هو في ايه؟ في حركة غريبة مش طبيعية هنا في المنتجع. السيستم بتاع المنتجع كله حصل عليه هاكينج. طب الاي تي فين؟ اي تي ايه بس؟ الموضوع أكبر من كده. مدام فريدة شكلها اتنصب عليها الفلوس اللي كانت هتشتري بيها اليخوت. المشكلة بقى إن الفلوس دي أصلاً هي واخداهم كارد من البنك. بتهزر؟ مين اللي نصب عليها يعني؟ هيكون مين غير؟ أكيد مهاب. عن إذنك أنا مضطر أمشي عشان عايزيني في الحسابات. خلاص ماشي. أنت لسه قافل موبايلك؟ كلمني، عايز أعرف هنتقابل فين. طب والحل يا متر؟ بصراحة الموضوع ما يطمنش.